مشاهدي الاو تي في صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم ضيفنا في هذه الحلقه المشرف على موقع الانتشار الصحافي ابراهيم عوض استاذ ابراهيم صباح الخير واهلا وسهلا فيك خير كيفك كيفك اهلا وسهلا استاذ ابراهيم كنا نقول بحلقتنا السابقه نحن وياك انه تشكيل الحكومه بدايه الحل لا. يبدو انه صارت الحكومه هي بدايه مشكل جديد نعم يعني ليش وصلنا لهون قبل ما نبلش نحكي يعني شو الاحتمالات المطروحه للخروج من هالمأزق الاخير اللي نحن علقانين فيه نعم صحيح كنا نقول انه انه الحكومه ما في شك انه حل وانفراج الى ما هنالك بس بتدل, المشك بتدل الحكومه مطلب وضروره يعني في كل الاحوال هلا في مشكله مش من الحكومه في مشكله صارت داخل الحكومه ونتمنى انه هذه المشكله لاول حل حتى تعاود الاجتماع لانه كما فهمت اخي الكريم انه ما زالت المشكله موجوده هي ذاتها في اخر جلسه لمجلس الوزراء يعني نفسها بعدها موجوده ما صار في حل مشكله لها. الموقف موقف حزب الله وحركه امل من القاضي طارق البيطار الثنائي يعني الشيعي هي. من ال من ال من القضيه طارق البيطار بعدين في شغله بس باعتبار ذكرنا الثنائي الشيعي وانا سبحان الله دونت دو قبل ما اجي لعندك باخر لقاء للرئيس نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهوريه طلع وصرح قال <أه> الاهم اليوم هي بعد بعد توقيف جلسات مجلس الوزراء لا. الاهم اليوم تنقيه الاجواء وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل وتنقيته بالكامل هذا كلام الرئيس نجيب ميقاتي كمان انا بس حبينا نشير لها يعني كمان انه الرئيس نجيب ميقاتي آه كمان من المطالبين ب وفقا لكلامه تصحيح المسار القضائي وصار في استغراب من قبل الثنائي الشيعي هذا يعني اخر شيء انه وقت اللي تم التفاهم في داخل مجلس الوزراء على انه بيتولى الامر وزير العدل شوفوا شو بيعمل ومجلس القضاء الاعلى الثنائي الشيعي بيقول لي انه الغريب انه وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى لم يتخذا اي موقف حول وجود خلل من عدمه في قضيه التعاطي القاضي بيطار بس هي لم يتخذا اي موقف او انه يعني ما جرى هو الموقف بحد ذاته لا عم يحكي انه باعتبار عهد مجلس الوزراء لوزير العدل مجلس الوزراء عهد لوزير العدل يعني كلف وزير العدل هو يلاقي الحل مع مجلس القضاء الاعلى صح ما هو مجلس القضاء الاعلى عمل جلسه نعم يعني وحضر القاضي طارق البيطار نعم ومن بس بعد عرفنا شو طلع موقف يعني هذا مش هذا اللي يعني نعم عدم اتخاذ موقف اليس هو موقفا بحد ذاته عم بحكي؟ ايه بس يعني انه مش موافقين ولا تناقش يعني بس انه انا بس هن بيقولوا عم بحكيك انا وجهه نظرهم نعم انه هن ما اتخذوا اي موقف انه حول وجود خلل يعني ما اقروا بوجود خلل حتى الان يعني حتى هذه اللحظه بما بما يفهم انه جلسه انه جلسات مجلس الوزراء ما زالت عالقه هنا هلا طبعا في مستجدات غير قصه قضيه البطار بعد قصه الموقف السعودي و نعم. وتداعياته طيب لكن يعني... استاذ ابراهيم ليش التعويل هالقد على انه الرئيس مئاتي راجع وممكن انه تنعقد جلسه لمجلس الوزراء وأنه هناك حل حل اذا كانت هل عندنا مشكله السعوديه ودول الخليج نعم هيدي مشكله بحد ذاتها وعندنا يعني المشكله الموروثه يلي هي موضوع طارق البطار نعم فاذا شو هالتفاؤل هيدا لا ما بعرف اذا في تفاؤل انا ما شفت في بعض الاوساط يعني أه ممكن بتحكي بس إنه أنا, شخصياً في مش... انا شخصيا ما شفت انه في تفاؤل بانعقاد سريع يعه. لمجلس الوزراء وان شاء الله اكون انا مخطئ ولكن اكيد الرئيس مئاتي ومع الرئيس ميشيل عون كما فهمت انه هو سيعود اليوم وسيلتقي الرئيس عون غدا نعم. فاكيد بدهم يعملوا على اعاده تنشيط اعاده عمل مجلس الوزراء او اعاده اجتماعات مجلس الوزراء ما بعرف الى اي حد الاجواء مهيئه اذا مثل ما عم بسمع ما عم بحكي امبارح مع الثنائي الشيعي انه ما زلنا نحن عند نقطه العالقه ما بعرف كيف بدها تتم معالجه هذه النقطه العالقه ونضيف عليها النقاط الجديده العالقه بالوقت الحاضر مشان هيك انا ماني شايف انه في جلسه قريبه لمجلس الوزراء نعم. يعني. طيب خلينا نبلش الموضوع بالاتجاه الاخر لو سمحت نعم اول شيء موضوع استقاله الرئيس نجيب ميقاتي هل نعم. برايك وارد او غير وارد أبقى. اقل له بالمرحله الحاليه قال بكل صراحه طبعا مش تحليل معلومات نعم وقت اللي صارت الضجه ضجه السعوديه باول هذه الضجه يعني كان كل الكلام يوحي بانه استقاله الوزير قرداحي، واذا لم يستقل الوزير قرداحي سيستقيل الرئيس سيستقيل الرئيس نجيب ميقاتي. انا سالت الرئيس نجيب ميقاتي اجاني الجواب، هو كان برا منه موجود لا استقاله ابدا. هلا هذا الكلام فينا نقول من خمس ست ايام بعتقد ما زال ساري المفعول حتى هذه اللحظه. نحن بتعرف عندنا متغيرات بال بالسياسه نعم. اللبنانيه، بس كان جواب الرئيس ميقاتي لا استقاله ابدا على الاطلاق بس هو بكل الحالات يعني مش سهل على الرئيس ميقاتي يستقيل بهالمرحله المرحلة يعني اكيد كرمال لا. المصلحه الوطنيه وكرمال مصلحته السياسيه الخاصه فيك. يعني اكيد اكيد اهم شيء شوف لك شغله اليوم كمان قريت في مكان ما مقاربة موفقة يعني أنه كمان رئيس نجيب ميقاتي في حكومته الأخيرة واجه مصاعب كبيرة كادت ان يعني جردوه من طائفته حتى ما بعرف تتذكر صح استجاد يعني واندلعت على ايام هاي الحكومه الحرب بسوريا وغضب غضب اسمه الساطع اتن المارد السني والاخرين وطرابلس اشتعلت الى إيه ما هنالك وواجه و13 حل وطلعت و13 جوله قتال في طرابلس بين حكومه الرئيس نجيب ميقاتي الاخيره وضل صامت وانا اعتقد الرئيس نجيب ميقاتي هون باعتباره يقول لا استقاله ابدا برغم العصف اللي صارت ما زال يعني صامدا، هيدي شغله جيده، مؤشر جيد اخي جاد ممكن تهيئ بقى لايجاد الحلول يلي عم ينحكى عنها بالوقت الحاضر يعني، ست عوده الى مجلس الوزراء، كيفيه التعاطي مع الموضوع السعودي الى إيه ما هو نعم، طيب اذا لا استقاله. الموضوع السعودي أه يعني في يعني حكي عن وساطه ستقوم بها قطر وأن وزير الخارجيه القطريه رح يجي على لبنان ولكن بذات الوقت يعني مثل كانه بعد الافق مش واضح لهذا الموضوع وبذات الوقت التصعيد مستمر يعني امبارح البحرين استكملت اجراءاتها و... والامور مكمله ايه استاذ بس كمان ما ننسى انه عمان ما عملت نفس الشيء قطر ما عملت نفس الشيء لحد ما ما هيك يعني دليل انه قطر حتعمل حتعمل محاوله بهالقصه هيدي كمان كمان فهمت اخي جاد انه السعوديين اللي هون نقطة الأساسية السعوديين عندهم نقزة من الوساطات أنه الرئيس ميقاتي عم يعني يوسط الفرنسيين وعم يوسط الأمريكان والآن القطريين إن عندهم نقزة من الوساطات بنفس الوقت عندهم نقزة من الوساطات وما في هذا الحوار المباشر بينهم بيننا وبينهم يعني فطيب وقت يكون ما في حوار مباشر بيننا وبين حتى كمان قريت انه انه وزير الخارجيه ابو حبيب كان في البرتغال كما قرات اليوم انه حاول يلتقي بنظير الساعة حاول رأ... عليه بس ما صار لقاء رفض رفض الجلوس كما كما عرفنا يعني على كل حال وهيدي قبل قبل موضوع الوزير الداحي قبل موضوع الوزير نعم. بعدين على ذكر ال... قصة الوزير الداحي خلينا ن... ن... يعني نرجع إلى الوراء يعني قبل حتى تشكيل الحكومة يا أخي جورج حتى قبل تشكيل الحكومة جاد عفوا حتى قبل تشكيل الحكومة نحن ما كنا العلاقات اللبنانية السعودية كانت طبيعية على الأطلاق مزبوط أخي جد قبل والدليل أنه السفير البخاري ما زار أبدا رئيس نجيب ميقاتي تيقدم له التهنئة بالتكليف وقت اللي صار رئيس حكومة وقبل ذلك بأربعة أشهر أنا كنت عندك هون نعم مش كان عندك اربع اشهر لا بقصد انه كنت عندك هون وقلت هالكلام هذا وزير الخارجيه السعودي عمل تصريح بيقول فيه تقريبا قبل خمسه اشهر هذا التصريح بيقول فيه انه نحن ما حنعطي لبنانيين فلس واحد ما لم يقوموا بالاصلاحات ولم وما لم يجري نبس انتبه الكلمه بعدين يعني انا متذكرها وحافظها نبز مع شحطين مع خطين تحت نبس حسب الله وقبل ذلك كان في خطاب للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بيقول فيه انه يجب على لبنان هلا ما بتذكر الكلمه حتى تكون دقيق بس بيع معنى يعني قصدك الكلمه اللي اذيعت بالجمعيه العامه للامم المتحده نعم يعني نعم. التخلص من حزب الله هيدا اساس المشكله نحن موجوده بهالقصه هيدي مش قصه وزير قرداحي هلا إجت, اجت قصه الوزير قرداحي نعمل حجة حتى يعني تتزخر الأمور أكثر وأكثر نعم طيب ما انت من هون نعم. يعني اخر شيء موضوع العلاقات اللبنانيه السعوديه الكل يسلمون يعني حتى الخصوم خصوم السعوديه انه العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه بين لبنان والمملكه علاقات ضروريه و نعم. ويعني ولا مفر منها ويعني و... وهي الامر الطبيعي انه تكون العلاقات جيده بين بين البلدين، طيب اليوم يعني الا تدرك المملكه انه موضوع حزب الله مثل ما قال وزير الخارجيه امبارح بحسب ما نسب لأله انه موضوع حزب الله إنه فقط قضيه لبنانيه انه قضيه اقليميه وحلها مش حل لبناني نعم يعني مع الاسف يعني انا بستغرب انه الموقف السعودي المتعند بهذا الشكل يعني هن يعني بيعرفوا تماما انه نحن ما قادرين نتخلص من حزب الله يعني ولا عنا الرقبة ولا عنا النية ولا منريد نعمل هالقصة وبيعرفوا انه يعني لا امريكا ولا اسرائيل قدرت تخلصت من حزب الله وفي كلمة للوزير وحبيبي اذا كانت صحيحة لانه صار في كلام انه ايه ولا انه حدا مسؤول امريكي بيحكي معه قال لهم بعتوا لنا له 100000 من جندي من المارينز وانتوا تخلصوا طبعا كلمة مجازية يعني على كل حال يعني مثل ما قلت لك اخي جاد انا بستغرب هذا الموقف السعودي بالفعل يعني طول عمر السعوديه عندها مواقف حكيمه وعاقله ولكن تذهب الى هذا الحد يعني شغله بالفعل محيره وما بنعرف كيف بدنا هلا محيره بالنسبه ل يعني يعني رايك وهذا هذا الراي اللي عم تعبر عنه بس لا. بالنسبه للجهات الاخرى حتى الجهات اللبنانيه انه لا مش محيره انه طبيعي انه المملكه تعمل هيك لانه اخر شيء حزب الله اذا شلنا موضوع المقاومه على جنب، نعم. بس دور حزب الله المتنامي بالداخل اللبناني نعم. يعني عم ينقذ العالم بالداخل دوره المتنامي بلبنان ودوره بالاقليم يعني ممتاز. انه بس اخر شيء الشيء الطبيعي انه يكون في رد فعل سلبي على الموضوع طيب. هني ما بيقولوا انه حزب الله يديره تديره ايران مش هيك بيقولوا؟ يعني الراس هو حزب الله ما هيك؟ نعم هي الرأس, الرأس إيران واليد, حزب الله. يا حزب الله على رأسي طب هني ليش عاملين حوار مع إيران يعني هني عاملين حوار مع الرأس وفهمت أكثر من, من 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 ذلك طبعا بدو تدقيق أكثر هذا الخبر يعني حاولت أني ضقي بس عم أقول لك مبارحة كان كان بدو شوية تدقيق أثناء الحوار الإيراني السعودي واللي هو متقدم على باعتراف الطرفين أنه متقدم وبشكل جيد الى ما هنالك ولكن ما توصلنا الى امور اساسيه وجوهريه ولكنه حوار واعد يقال على انه ايران نصحت السعوديين انه يا عمي يسمعوا مني بقصه اليمن اذا بدكم تحكوا بقصه اليمن احكوا مباشره مع حزب الله احكوا مباشرة مع حزب الله، وقيل اخي برجع بقول لك انا مني متاكد من المعلومة بس سمعتها من مصادر معنية بهالأمر أنه وقيل أن السعودية حاولت أن تتحدث مع حزب الله في هذا الموضوع حزب الله رفض ما أعرف إلى أي مدى دقة هذا الكلام يعني بس خبر سمعته ومن جهة يعني إلى وزنة يعني صراحة ما بتشتح الكلام يمين بس هو إذا بدنا نحكي أستاذ إبراهيم بمنطقة الدولة اللبنانية لا. هل شيء طبيعي أنه يكون في حزب على الأراضي اللبنانية بيتفاوض مع دول أخرى على دول ثالثة يعني هي هيك عم نحكي عم نبسط الموضوع انه هو هل هو شيء طبيعي ولازم كلنا بلبنان نتقبله وكل الدول اللي هلا اخذه موقف تتقبله انه لا شيء طبيعي هيدا لا ما حدا قال انه شيء طبيعي، اكيد نحن التفاوض بدك تكون مع الدوله اللبنانيه نعم ولكن نحن بنعرف انه حزب الله هو يعني طرف فاعل وفاعل جدا سواء في الداخل اللبناني أو, او حتى في الخارج أو يعني ما في حدا يعني وبتعرف الحروب اللي شنت علينا من اسرائيل كانت طبعا المقاومة لا انا مش عم باخذ موقف مع او ضد عن لا لا دور أنا حزب الله بالمقاومه بس عم بحكي بالنسبه للاقليم ورده أوه. الفعل السعوديه انه فاذا يعني مش يعني المستغرب انه ما يصير في رده فعل ايه بس بالعكس من هون لازم السعوديه ما هون في المع والضد جاد اوكي السعوديه عم تقول ان احنا بدنا نتفاوض مع الدوله اللبنانيه مشاكل اكبر دليل الدوله اللبنانيه رافضه لاي مس بالسياده السعوديه لاي مس بالامن السعودي لاي مس بالاستقرار السعودي ولطالما تحدثت بهذا الموضوع والبيان الوزاري يعبر بكل صراحه حتى الرئيس عون حكي عن مأساة العلاقات نعم رئيس عون حكي عن مأسسة العلاقات حتى إيه. بهذا الاسبوع الرئيس الرئيس رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية مش بس هيك أول زيارة عملها الرئيس ميشيل عون وين كانت؟ كانت المملكة, المملكة العربية السعودية بعدين ليك أخي جد معلش يعني انا السعوديين بعرفوا مني اشتغلت 20 سنه معهم بجريده الشرق الاوسط مجله المجله ومثل ما قلت لك على طول كان مواقف حكيمه وكان مواقف دائما داعمه للبنان فترة الاخيره يعني صار في مواقف متشنجه منا نحن ولكن كمان نحن يعني تعطينا كمان نحن تعطينا بحكمه مع السعوديه يمكن هي ما لقيت لنا اياها يعني. على سبيل المثال ايهما اقصى ايهما اقصى كلام اعلامي أو أسر وإزلال وإجبار رئيس حكومتنا على الاستقالة أيهما أقصى مش هيديك القصة مش أقصى بأسر رئيس حكومة لبنان نحن ما أخذنا مواقف معادية أو يعني مسيئة أو إلى المملكة كل اللي عملناه صرنا نتحرك يمينا ويسارا وكل الجهات حتى نفك أسر الرئيس سعد الحريري مضبوط ولا لا أخي كان فينا نحن كمان نطلب سحب السفير السعودي من عنا عم بحكي انا هيك يعني بانه وفينا كمان نطلب عودة السفير اللبناني من هناك ولكن نحن ما عملنا هالشي حليناها بالحسنى مثل ما بيقولوا وتليت الامور بس بالاخر ماشي بالآخر الحال بس ماشي الحال هيدي يعني واضحه الكلام تاعي بس عم بسال واضحه واضحه بس انا اللي بدي اقول لك اياه كمان, كمان السعوديه شوي نحن يعني انه نعم. السياسه اخر شيء موازين قوى ومصالح سياسيه حد الأخوة وكل هذيك الأمور الثانية نحن يعني اللبنانيين عندنا مصلحة بالعلاقة الجيدة مع المملكة العربية السعودية لأسباب بنعرفها كلنا بالمية مية ف... يعني ما فينا نحط شروط يعني إذا نحن اللي عاوزينهم ما فينا نحط شروط بالمية مليون بالمية مليون والدليل والدليل نعم. أخي جاد والدليل انه تم اسر رئيس حكومتنا ما اخذنا اي اجراء نحن، شو عم نحكي؟ شو معناتها؟ معناتها دليل على الاستمرار بهذه العلاقات وعلى صيانه هذه العلاقة شو معناته وقت اللي بنعمل هيك؟ فمنشان هيك السعوديه يعني كمان يمكن ما سجلت لنا اياها مثل ما بيقولوا يعني كمان 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 تسجل نعم. لنا هيدي تسجل لنا نحن ما اخذنا هذا المواقف هل فينا نعتبر في انه يلي صار هو يعني احدى اوراق المفاوضات بين المملكه العربيه السعوديه وايران؟ يعني انه مثل كانه طريقه لطرح موضوع حزب الله جديا بالحوار اللي صاير بين المملكه العربيه السعوديه وايران. هذا اللي صار بالموضوع اللبناني. نعم، مثل ما لك انا هلا في حوار ايراني سعودي متحرك يعني مش انه يوم ايه يوم لا، كل يومين ثلاثة في حوار وصار بالمباشر هذا الحوار يعني والحوار متقدم ولكن إذا أنتم عم تحاوروا الإيرانيين اللي هن بتقولوا دائما أنه هن الذين يسيرون ويديرون حزب الله وأنه نحن لبنان سنة في الكوكب الإيراني، طيب أوكي، طيب إذا أنتم عم تحاوروا إيران وجايين عم تصبوا غضبكم على لبنان كمان بس خدونا بحلمكم شوي يعني كمان نحن هذا هذا اللي قصدي اقوله اخي شات يعني ياخذونا بحلمهم شوي نحن بمعنى انه نحن معروف وضعنا انه الدوله بحاله تعبانه جدا وين عملنا غلط نحن؟ الرئيس الجمهوريه اول ما اجى راح لعند على المملكه العربيه السعوديه ولا طالما بنحكي بهالكلام هذا بموضوع الكبتاجون عمل مجلس الاعلى للدفاع مخصوص مشان الكبتاجون حتى يعالجوا هالموضوع حتى ما يخلوا السعوديه زعلانه ما خ... يعني ما عم نخلي شيء نعمله حتى ما تزعل السعوديه، حتى ما تضايق السعوديه، ما عم... أو... أو... بس المشكله مش هون، يعني المشكله هلا بدنا نطلع من هالموضوع ما نروح بس, بس المشكله هون انه يع... بيعتبروا يمكن هن انه هذا الحزب هو عم بضرب بمصالحهم بالاقليم نعم. وهذا الحزب هو دوره يعني باخر كم سنه ازداد بشكل مضطرد على الساحه اللبنانيه، اخر شيء رئيس الجمهوريه هو حليف لهذا الحزب، الحكومه اكثريتها مع الحزب، الاكثريه النيابيه مع الحزب هيدا يعني الجوهر هو هون مش قصه شكليات طيب شو بنعمل؟ شو بدنا نعمل نحن؟ يعني شو شو بريدونا نعمل؟ يعني بدنا نعمل مثل ماشي مع... هن عم بيقولوا نحن, نحن اذا هيك الوضع ما بدنا نتعامل عم بيقولوا نقتل يا ما حزب الله نقتل يا حزب الله علينا ان نقتل يا حزب الله كيف بدنا نقتل يا حزب الله نحن؟ يعني شو الطلب التعجيزي يا اخي شو كمان؟ يعني طلب تعجيزي هذا انا بعتقد انه هذه الازمه لن تطول كثيرا هي رايي الشخصي يعني نعم لن تطول كثيرا طالما بلشت في وسطات من هون وفي ضغوط من هون ولاحظنا نحن يعني وهذا كمان لافت جدا انه الامريكي والفرنسي منو مع استقاله الحكومه ما هيك يعني كمان حسب ما فهمنا كمان حسب ما فهمنا انه كمان مش مع الشيء التدابير التي اتخذت التدابير التي اتخذتها المملكه العربيه السعوديه وغيرها من دول الخليج كما فهمنا ايضا يعني ما هذا نعم. بيؤدي الى شويه يعني في هيك بتحس انه في شويه حلحله بهالقصة هيدي يعني ما كيف بدها تتم بدنا بدنا نعم. نشوف يعني بس هلا ذكرتنا بموضوع الرئيس الحريري واللي صار معه نعم. فننطلق من هون هلا نرجع على الحكومه والوضع الداخلي وقصة. انا ذكرت بس, بس للمقارنه ان احنا قديه حريصين على على العلاقات رغم طبعا طبعا بس رغم انا الاسئله اللي لقيناها نحن عم ننطلق من هالموضوع نعم. تاسألك خاصه كونك ابن يعني ابن طرابلس نعم. يعني يعني الرئيس الحريري اليوم ما صحه هالمعلومات المتداوله؟ انه في شيء منه يعني انه هو سيعزف عن الترشيح و... والى اخره، وهل ستكون طرابلس على موعد بالانتخابات الجايه مع افراز زعامه جديده للسنه في لبنان يلي هي الرئيس ميقاتي؟ شوف بالمقابل في فعلا. كلام بطرابلس على انه لائحه الحريري او لائحه المستقبل بدات تتشكل بطرابلس أو ولا... اوكي بالمقابل يعني مقابل هذا الكلام في كلام اخر وبلشت تطرح اسماء نعم. الدكتور علوش السيد ناصر عدرا اللي هو مسؤول تيار المستقبل بالوقت الحاضر واسم ثالث ماني ذاكر اسمه يعني بالمقابل في اسماء عم تنحكى حتى تيار المستقبل وين بقى انه ما في تيار المستقبل ما بده يخوض المعركه ما بده يعمل شيء مش تيار المستقبل الرئيس الحريري والرئيس الحريري ما بعتقد لا اعتقد لا اظن لا اظن الرئيس الحريري شو عم يعمل شو مصدر الاخبار عم يعمل, يعمل سياسه مناورات معينة؟ رئيس الحريري هلا يعني بعتقد موقف المتفرج هلا بالوقت الحاضر بيتركهم يحكوا دائما تلاحظ انت يعني في سياسته بكون في شيء بتخصه بيتركهم يحكوا 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 يحكو وبعدين بيطلع بيوضح القصة أنا يعني برأيي الشخصي رئيس سعد الحريري سوف يترشح لهذه الدين. ما في مجال لا يمكن يعني لا يمكن طيب سيترشح بدعم يعني... من من؟ لانه بنعرف انه في يعني راعي خارجي لتيار المستقبل. نعم من إيه هو, هو الراعي؟ الخ... انه عاده انه معروف انه ال الحريري تاريخيا هن ما يعني المملكه العربيه مز... السعوديه مز... هلا الوضع اليوم م... مش مثل قبل. ايه بس مش انه لحد القطيع يعني يعني هلا السعوديه يعني مش مقاطعه الرئيس سعد قطيعه عم بحكي انا طبعا يمكن ما في هذا الود كما كان من قبل اوكي بس ما في قطيعه يعني انه يا لطيف نحن ما بنحكي معه ونحن لا ما في هالشي هذا في علاقه فاتره جدا ولكن مثل ما قلت لك كمان في لتيار المستقبل عنده جمهوره وعنده اللي بيحطوا من جيوبهم بقيت كلامي واضح ما هيك وعنده اللي بيحطوا من جيوبهم ولا ينكسر يعني قصه انه ناطر تمويل من برا هذا و... ولا ينكسر تيار المستقبل ممكن يمول نفسه بنفسه ولا ينكسر تيار المستقبل ولا ينكسر الزعيم السني وما في ضروره اني اشرح اكثر جات يعني ما يعني من هيك اخي جد يعني معلش يعني عفوا نحكي بامور بالشكل الطائفي بس هيك بتصير بكره بعدين نعم نحن ما منقبل الزعيم السني ينكسر شو ما بدك بدنا نعمل فداك يا سعد الحريري هيك بده يصير اخي جهد ولا اولاد البلد نحن بنعرف شو بيصير يعني نعم، نرجع للحكومه، يعني هلا بده يرجع الرئيس ميقاتي لنشوف مم. شو شو بده يصير، قلنا اول عقده حكينا فيها موضوع ال الخليج والمملكه العربيه السعوديه لا ان, إن قضيه القاضي بيطار قلنا بالاول بالنسبه ما هيك إن لا انه قصدي سي... إن انه حكينا مفصلا إيه بالموضوع السعودي تنحكي بموضوع القاضي طارق البيطار نعم أه شو الحلول المطروحه اليوم شوف لأنه... لانه انه الحكومه تاخذ قرار يبدو انه لا هونيك ما في مجال ال... ومجلس قضاء الاعلى مع ال... مع وزير العدل كمان يبدو انه تسكرت طب شو في احتمالات ثالثه شوف كمان علمت انه يعني اللواء ابراهيم شغال اوكي. بكل على كل مع كل الاطراف. هلا في مثل ما حكينا حكيت اخي جاد انت بالنسبه لجلسه مجلس الوزراء في محاوله عم تجرى لعقد جلسه لمجلس الوزراء. وفي محاوله لايجاد حل لقضيه قضيه عوده الاجتماع مجلس الوزراء بقضيه القاضي القاضي البيطار عم يقوم فيها اللواء ابراهيم ما بعرف الى اي مدى وصلت الى اي مدى وصل الامر هذا طبعا بس يجي الرئيس ميقاطي كمان حيكون في له اجتماع مع رئيس الجمهورية ومع عدد من الاطراف الاساسيين المعنيين في الحكومة حتى كمان يطلع على اجواء الهم ال 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 الاول هلا او بالاحرى الشغل الشاغل الان هي عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد وان كان عم يتم الشغل بالقطعه هلا بالوقت الحاضر وزير هون وزير هون ووزير هون والكهرباء وما الكهرباء تعرف قصه الكهرباء كثير ما تم فيها الرئيس ميقاتي بس بما ان الشيء بالشيء يذكر يعني نعم انه حابب على القليل لهذه الحكومه صحيح ما عم تشتغل على يجيب الكهرباء 12 ساعه على اللبنانيين مشان هيك هو راح على العراق ليكمل الشيء اللي تم باللقاء الاول انت بتعرف اخي جاد ما عاد مخفي كمان باعتبار ذكرنا الله يوجره بالخير اللواء ابراهيم هيدي قصه العراق مبادره من اللواء ابراهيم اللي هو صديق القازمي اللي كانوا اثنينهم بالمخابرات هو مخابرات الجيش العراقي واللواء ابراهيم مخابرات الجيش اللبناني من هون نعم. عملوا الصداقه ومن هون اللواء ابراهيم هو صاحب هذه المبادره كل نعطي لكل واحد حقه هلا الرئيس ميقاتي عم بيحاول يظبط بعض الامور يلي شوي بتريح المواطنين منها قصه الكهرباء مشان نعم. هيك عم بحكيك بالقطع بس هلا في شغل شغل بعوده مجلس الوزراء انا حاولت اني اسال وتحديدا الثنائي الشاي ما وجدت هذا يعني ما وجدت نعم. هذا التجاوب مثل ما قلت لنا باول الحلقه خبرتك يعني ما وجدت هذا التجاوب طيب وشو شو بنعمل بهالحاله الثنائي الشيعي او غيره بالاستحقاقات الداهمه يلي منها اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي نعم. وسائر الملفات المعيشيه يلي بتتطلب اجتماع لمجلس الوزراء وما بيكفي انه كل وزير يقوم بشغله بوزارته وتتنحل اكيد شو منع شو بينعمل بهالحاله؟ عم اقول لك انه نحن بمازق كبير يعني نحن يعني سبحان الله لبنان مأزق فوق مأزق فوق مأزق يعني ولا الويب كتر خير الله بعدنا عم نتحمل نحن يعني بعدنا مثل ما بيقولوا بالانجليزي سرفايفنج يعني بعدنا نحيا ف هلا الشغل الشاغل انا برايي ضروري يكون في عقد جلسه لمجلس الوزراء بعتقد عم ينشغل عليها اخي جاد بكل بكل قوه يعني هالشغله هيدا وفي داخل على الخط الفرنسي وداخل على الخط الامريكي بهالموضوع هيدا حتى نعم في دخول على الخط يعني وبتعرف علاقه الفرنسيه مع حزب الله مش عاطله علاقه لا باس بها يعني. صحيح كمان حيكون في لون دور بهذا الموضوع اعتقد شو راح يكون تاثير كل هالمشهد هيدا على الاستحقاق النيابي هل في خطر من عدم اجراء الانتخابات النيابيه انا شايف الاستحقاق النيابي قائم 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 ليش يعني يعني خليني اقول لك لا تعال تقول قائم 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 يعني احساس 100% رئيس الجمهوريه مش امبارح كمان قال انه صحيح ما هيك؟ طيب انا باخذ كلمه الرئيس هون انا باخذ كلمه الرئيس هون وبمشي عليها والرئيس نجيب ميقاتي قال هلا حتى بالازمه هي اللي حصلت الرئيس ميقاتي ايضا تحدث عن الانتخابات هو في الخارج قال اني انا هيدي حكومتي بدها تعمل انتخابات هو في الخارج في بازمه مع الازمه السعوديه تحدث في مكان ما الرئيس بيقاطي انه انا هيدي الحكومه كمان همي اني انجز الانتخابات انا بعتقد الانتخابات سوف تنجز بس ما إلا في خطر اذا ل... لا لغت... قدر الله جاد صار شيء طبعا يعني... بس ما في خطر استاذ ابراهيم برايك يعني انه نوعا ما هالانتخابات تكون مشوبه بعيوب يعني لناحيه انه يمكن اللبنانيين اليوم حاسين انه اذا بدهم يرجعوا ينتخبوا الاكثريه النيابيه السابقه ستسوء الامور اكثر فخلينا نجيب اكتريه نيابيه لا يكونوا راضين عنا بعض الدول والجهات الغربيه والعربيه تحت تالي نطلع من هالمعموعه يعني يعني ساعتها الديمقراطيه تضرب في الصميم هون انت هلا شو قلت اخي شاد انت قلت اللبنانيين نعم اذا بدن اللبنانيين شو قلت اخي شاد قلت اللب... اذا بدن اللبنانيين يعيدوا انتاج الاغلب الاغلبيه نعم, وليش ليش تعيدوا انتاج طالما اللبنانيين الشغله بايد اللبنانيين اللي هن نائمين على هذه الطبقه اللي عم تحكي عنها حضرتك طيب ليه بدهم يعيدوها؟ ليه بدهم مش هيك انا قصدي انا قصدي انه هلا مواطن لبناني نعم طيب بده يروح ينتخب معوض ينتخب مثلا تيار الوطن الحر بيقول لك هلا انه انا اذا بدي ارجع انتخبهم بدها ترجع الاكثريه مع حزب الله وحلفائه وبدهم يضلوا نايمين لأيام علينا فخليني اقعد بالبيت او خليني انتخب اللي ضد يعني عم بقدها بهالمعنى يعني انه انه في 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 طيب يعني شو عم نعمل انتخابات؟ نحن لشو عم نعمل انتخابات؟ مش حتى اول شيء اللبناني يعطي رايه وصوته اللي هو بده اياه مع الأسف مع الأسف باعتبارنا نحن بلد طائفي والطائفية معششة في نفوسنا أنا قلت عفوا يعني برجع بكرر في حال حصلت انتخابات يمكن تلت يعني يمكن يمكن كمان عم كتر يمكن تلت وجوه جديدة والباقي القديم على قدمي لما مش بيعملوا احصاءات ودراسات نعم. احصاء ابراهيم عوض يا اخي هاي نتيجته ما, ما, رجل احصاءات يعني بس على الارض انا مع الناس مع العالم رويت لك قصه بدي ارجع ارويها كل مره جاري بالبنايه يلي كل سنه كل انتخابات بيعمل له غدا لزعيم معين لمرشح معين وبعد شهرين ثلاثه انا بسال جاري بقول له شو اخباره؟ بسب اللي لعنه ويلعن الساعه اللي انتخبناه يا لا لا الى ما هنالك ترجع الانتخابات كمان بيعزمنا على الغداء شو يا جار يا اخي ما في غيره يا اخي في حدا بهالطائفه متسنى نرجع نفس القصه ما نحن متمتعين حلقه مفرغه نحن معششه فينا قصه الطائفيه بكره كل واحد بيرجع لعشيرته بيرجع لقبيلته بيرجع لزعيمه مع الاسف يعني فلذلك مشان هيك عم انا انه كمان الانتخابات فرصه يلي مطالبين بالتغيير اللي مطالبين ب وقت اللي نزلوا الصغار وعملوا انه بدهم انتفاضه وبدهم ما بعرف شو، هلا اجى الوقت في انتخابات موجوده، يتفضل كل واحد يعبر عن راي، واللي بيجي اهلا وسهلا نرفع له القبعه يا خير بدنا نفصل اكثر موضوع الانتخابات بس بدنا ناخذ فاصل قبل وبنرجع نعم. نحن وياك لهذه الحلقه، مشاهدينا فاصل وبنرجع لحلقه حوار اليوم. عوده الى حلقه حوار اليوم مع ضيفنا الاستاذ ابراهيم عواد المشرف على موقع الانتشار اهلا وسهلا فيك استاذ ابراهيم مجددا لنتابع بموضوع الانتخابات النيابيه كنت سالتك بالجزء الاول انه هل الاستحقاق قائم قلت لي قائم 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 طيب <applause> نفند شوي بالاسباب اللي ممكن تشكل زريعة لعدم انجاز هالاستحقاق بموعده اول شيء التلاعب بقانون الانتخابات بالشكل اللي عم بيصير مثل ما شايف التيار الوطني الحر الذي يستعد لتقديم طعن هلا بال بالانون المعدل ليش قصة تقديم الموعد؟ هل مزبوط هي قصة رمضان بس أو في شيء تاني؟ ليش موضوع الميجا سنتر بظل أزمة المحروقات أقله يعني؟ ليش الإصرار على عدم إجراءها مع أنها سهلة؟ وثالثا ليش هالموقف من موضوع المغتربين لناحية أنه ما بدنا هلا ينتخبوا ستة بدنا نحصرها بال128 أو بالدوائر ال15؟ هلا <applause> أنا بعتقد أنه الوقت صار داهم بالنسبة لـ نعم قصة الميجا سنتر بالنسبة ل... تقريبه بادار آه الناس مش عم تفهم شو الهدف الفعلي اكيد مش قصه رمضان بس خليني اقول لك شغله نعم انسى لي رمضان شو في وراها استجد يعني استجد اماني انسى لي رمضان نعم الثوره بس نزلت معلش والقوات اللبنانيه باعتبارها هي رفع الشعار اذا عم بحكي انا على الثوره تحديدا نعم. والناس شو كان يقولوا بدنا انتخابات شو مبكره ممكن لا قبل بست اشهر قبل إيه إيه سنه مش إيه قبل بشهر مش انا معك بس انه كل ما فيك تقدم موعد الانتخابات كل ما كان احسن تقدم مو... تقدم موعد الانتخابات صرنا ب 27 اذار كويس انه مش عاطل يعني كمان اللي لا ما هي ما في فرق بين اذار وايار يعني كله شهر بس الفكره ليش؟ منين خلقت هالقصه هيدي انه بدنا نعمله باخر اذار؟ لك في شيء ب... في شيء منه برمضان اكيد اخيرا برمضان يعني الحركه بتصعب على الواحد بيلتهي فيه في له شو اسمه طقوس معينه في له واجبات معينه لرمضان صعب برمضان انك انت تعمل, تعمل انتخابات علما علما انا طبعا انا لا وافق على هذا الراي لانه حرب العبور صارت برمضان الحرب وقت اللي عبروا السويس 73 كان برمضان تذكر فاذا حرب عملت برمضان يعني ما بتنعمل انتخابات برمضان عم بحكيك رايي انا الشخصي ما هو لانه في موعد خارج رمضان يعني نعم بيك... يعني في موعيد بشهر ايار قبل نهايه ولايه المجلس بيكون خلص شهر رمضان نعم هي هاي الفكره يعني إيه سؤال بيجي ع... من بس هون انا عم اقول انه انا بالنسبه بعطيك راي انا بالنسبه نعم. لي ما, ما نظر يعني بالنسبه لرمضان هلا شو الفكره هم عم يقولوا رمضان اوكي قلنا رمضان بس طيب أنا... اذا هيك ليش فاذا في اعتراض من التيار الوطن الحر برايك هلا التيار الوطن الحر عنده معطيات يمكن نحن ما عندنا اياها بالكامل يعني لانه التيار الوطني الحر هو صاحب قصه الميجا سنتر، التيار الوطني الحر هو صاحب قصه المغتربين والوزير باسيل جاي على بلاد الاغتراب واشتغل هالشغل مشان هالقصه هيدي، فكمان وقت اللي ما وجد يعني انه الشغل اللي اشتغله صار على الارض نافذ لا كمان بس, بس عم بسالك يعني يعني. عن قصه الموعد استاذ ابراهيم انه ليش معترض فاذا اذا اذا الموضوع هو مثل ما عم تقوله بس نعم شو الداعي للاعتراض؟ الا اذا رايك انه ما في داعي انا بشايف انا بشوف ما في داعي أوكي. اكيد اكيد انا بشوف ما في داعي يعني عرفت منك بالعكس في انتخابات اوكي ان شاء الله تكون شهر الجاي يعني اوكي طالما عم نصرخ بدنا انتخابات مبكره وما بعرف شو إلا ما هنالك انا برجع بس بقول شغلي انا بالنسبه إلي ما عندي يعني برايي الشخصي ما في مشكله برمضان يلعب الانتخابات يعني بس هيك وشفت قلت لك حرب العبور صار برمضان يعني نعم حرب طويله عريضه يعني برايك ما في تلاعب بقانون الانتخاب بهدف الوصول لمحل نخلق خلاف وما تصير الانتخابات؟ لان البعض هل... عم بيتخوفوا من هالسيناريو هلا نحن نأمل انه ما يكون في تلاعب بس نحن نعم. نحن ب... ببلد اسمه لبنان اخي الكريم يعني كل شيء وارد بالنتيجه بس انتخابات هي انتخابات وياللي صار يقول بدنا نغير هالمنظومه الفاسده وبدنا نغير هالطقم الفاسد تفضل جاء موعد الانتخابات تفضلوا ادلوا باصواتكم وغيروا اللي بدكم تغيروه هذا نعم. الشيء هي المناسبة وهذه فرصة لكل واحد يعبر عن رأيه وكل اللي يعني أطلقوا الصراخات خلي صراخاتهم تدخل وتنزل باستنزاف بس الاخرى. وين صاروا اللي أطلقوا الصراخات؟ يعني, يعني في فئة منهم اختفت في فئة س... تنظمت بمجموعات صغيرة وفي يس... فئة أعلنت عن حزبيتها بوضوح حق على مين؟ علي وعليك؟ إنه حق على مين أخي؟ لا لا مش عمين لا عقوله عقوله إنه إنه طب طب عم بقول حق بس عم انه وين صاروا اللي اللي عم نقول يستف... خليهم يعبروا صور ايه يستف... شا... مش نزلوا على هالاساس مش نزلت على الاساس طوقه فاسده في... في وكلهم يعني كلهم ما, د... ما خلوا لبق وما ما خلوا حدا اوكي جايتكم فرصه تفضلوا عبروا شي اللي بدكم ما انا قلت لك اخي جاد وقبل ما تسالني يعني على الانتخابات باللقاءات السابقه انا بعدني عند رايي طالما نحن بلد طائفي نحن بدنا ندل بهال مع الاسف يعني بهالدوامه بدنا ندور بهالدوامه يعني مع الاسف يعني ما في مجال طيب برايك الانتخابات النيابيه اللي جايه شو بده يكون العنوان الاساسي فيها يعني كل انتخابات بيكون في هيك نوعا ما عنوان بيتم التنافس على اساسه مثلا انتخابات ال 2005 انه 8 و14 انتخابات 2009 ولايه الفقيه وضد ولايه الفقيه صح؟ 2018 نعم. مع العهد ضد العهد اذا بدنا نحطها بهالطريقه هلا شو عنوان الانتخابات؟ هلا اذا بعد... واحد بده ينتخب شو انه يفش خلقه بالطبقه السياسيه هي هي هيك هلا اسم عنوان واضح ما تزخر نعم بس اذا بدنا نيجي على المجريات السنوات الماضيه مفروض يكون عنوان يعني اذا بدك هيك نترجم الشيء اللي صار عنوانه الانقلاب طبعا نحن ما فيه في انقلابات بتصير عندنا بلبنان بس اسمه الانقلاب بالمعنى السياسي باعتبار نحن بدنا نغير هالطقم الفاسد، بدنا نغير هالمنظومه مش هيك، يعني نحن علينا ان نعمل انقلاب حتى نغيرهم كلياتهم، المفروض يكون هيك عنوان الانتخابات، بس حتى ما تظهر عنوان الانتخابات حتى 8 و14 ما في 8 و14 ما هيك؟ لا مش... بس في يعني الجهات هالي... عم بتشوف انه هي المعركه ضد حزب الله وحلفائه يعني نعم. انه مش لازم يكون لازم نحجمهم انتخابيا يمكن يطلع في حدا يقول لك التحرر، هيدا الانتخابات عنوانها التحرر من حزب الله يعني في حدا يطلع يقول هذا عنوان الانتخابات للفئه المعارضه لحزب الله نعم الفئه الثانيه تقول لك هذا عنوان التمسك اكثر واكثر بحزب الله والمقاومه يعني فكمان تعرف بس اخي جاد سبحان يعني انا ماني موافق على قصه انه ما في 8 و14 انا بعدني بشوف في 8 وفي 14 يعني انا ما بشوف انه ما في هلا يمكن قلت هون شوي قلت هون شوي بس بعده موجودين اذا بتشوف كيف الاصطفافات هيك بتصير 8 و14 ما بدهم موجودين موجودين بي... بالف... يعني... بالفكر بس مش موجودين بال يعني ما في ترجمه سياسيه على صعيد تحالفات على صعيد مواقف موحده بتتاخذ طيب خليني اقول لك شغله مثلا هيك قلت لك انا انه نعم. طبعا تخفت شوي ما قلت لك أوكي. خلينا ناخذ جلسه مجلس الوزراء الاخيره الثنائي الشيعي قال كلمته ما هيك؟ نعم المرض دي تقريبا وقفوا معهم الى حد ما يعني وما زالوا واقفين معهم بالوقت الحاضر، يعني هي الثنائي الشيعي وشو اسمه، التيار الوطن الحر ما سمعنا هذه المعارضة القوية لما حصل في مجلس الوزراء، هيك وفقا لمعلومات يعني كاد أكون خاطئ يعني. بس هو اللي وقف الموضوع هو مش رئيس الجمهورية بجلسة مجلس الوزراء؟ يلي يعني وقف الموضوع ورفعت الجلسة؟ اللي وقف الموضوع هو ما في شك يعني الشيء اللي صار بس في شغلة يا أستاذ جاد كمان سمعت فيها ما بعرف الى اي مدد صحتها سمعتها من بعض الوزراء أنا. هلا بتسمع هيك وبتسمع هيك يعني انه وقت اللي ادلى بمداخلته وزير الثقافه محمد بسام المرتضى ومش نعم. مرتضى المرتضى الكل اثنى عليا كما فهمت من بعض الوزراء الكل اثنى علي والكل وافق علي حتى في النهايه سالوه وخصوصا رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء وبالاخر سالوه شو الحل المقترح قال لهم نقترح يتكلف وزير العدل هو بيتفاهم مع مجلس القضاء الاعلى ويقال هنا هون بيت الأصيد حتى الواحد يدقق فيها انه حصل شيء جاء من الخارج خربط الجو يلي كان موافق على اقتراح الوزير المرتضى شو من موافق من برات الجلسه من برات الجلسه هيك هيك سمعت اوكي يعني. انه في شيء صار برات الجلسه او في حدا طلع برات الجلسه وفات الى ما هنالك يعني انه صار في الو حتى نحكيها بالعربي صار في الو من مكان ما ونحن تاملنا انه هذه الحكومه ما يصير فيها الو على اساس انه اختصاصيين ما اختصاصيين علما علما والحق يقال والشهاده لله تعالى انه الرئيس نجيب ميقاتي كان دائما يقول انا بدي شكل حكومه اختصاصيين ولكن بنكهه سياسيه وهذا ما حصل والدليل بتعرف تصطيح وبالقصر الجمهوري وقت اللي حكى صح بس هذا الموضوع صار خارج النقاش إيه إيه سلموا كل الناس انه حكومه سياسيه بوجوه جديده لا, إن إيه جديد لا يعني. انا بقصد انه هذه الحكومه اختصاصيين ولكن في نعم الو نعم في الو بس <تصوح> 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 في الو آه يعني يعني بالاخر ألو من الو بمكان ما هيك فهمت وخربط الجو كليته بعدين رايت الجمهورية يضطر يوقف الجلسه نعم آه بس يعني بالاخر هيك اذا بدنا نلخص كل موضوع الازمه اللي صارت بموضوع تحديدا مجلس الوزراء نعم. يعني انه هيك هيك بدنا نقضيها يعني مثلا بمجلس النواب الامور منظمه اكثر بمعنى انه في نظام داخلي لمجلس النواب مش مين ما كان بيعترض بعطل الجلسه في اليات محدده في, في آخره بالحكومه مش هيك صحيح شو الحل من ايام الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري نعم ونائب رئيس مجلس الوزراء الله يوجه له الخير الاستاذ عصام نعم. فارس كان دائما يطالب الاستاذ عصام فارس وغيره طبعا بقصه النظام الداخلي لمجلس الوزراء ما ينعمل هذا المجلس هذا النظام يعني مجلس نواب في عقد عادي في عقد استثنائي في كذا مش انه القصه مزاجيه يعني. بالفعل غريب مطلوب ينعمل نظام داخلي لمجلس الوزراء وكان مطلب قديم جدا يعني ما بعرف انا ليش كان هناك بأجله او بغض الطرف عنه او هيك بيناموا عليه غريب هالقصه يعني. بالفعل بالفعل غريب اخي جد. من جملة الغرائب اللي عندنا من جملة الغرائب مش بيقولوا مش مش بيقولوا في غرائب الدنيا السبع ما هيك عشق عشق إذا ما نشوف شو بيصير عم. معنا بلبنان عندنا غرائب الدنيا العشرين ثلاثين <applause> في غرائب الدنيا كثير هلا من الغرائب كمان انه لا. هلا اليوم تحديدا مساء باليوم الاربعاء انه البنزين كمان غلي كذا الف ليره والناس متقبله هالموضوع على مضض ووعود السياسيين انه لا ما في بدنا نعمل بطاقة تمويلية وبدنا نعمل ما بعرف شو تعويضات والى اخره، اخر, آخر شيء رفع الدعم عن البنزين وعن المحروقات وعن المازوت واللي وما نعمل شيء بالمقابل والناس ساكتة. هي مش من الغرائب. السؤال سؤال والله بمحل وانا كنت دايما نعم. اطرح اطرح علما انه تنشير انه بكره الخميس في مؤتمر صحفي لوزير الشؤون الاجتماعية لموضوع نعم. البطاقة التمويلية ما بنعرف شو رح يقول، بس نعم. انه اقل هو عم نحكي لحديت اليوم. نحن وقت اللي بدنا نزيد الواتساب قامت الدنيا وقعدت نعم واتساب بلشت القصه بالواتساب صح ومبلغ قليل بال... كثير كان قامت الدنيا وبعدين كملت بعدين كملت وكبرت وصوره وفوره واللي بدك اياه سميه اللي بدك اياه وكبرت كثير وتسكير طرقات وكفال طرقات تكسير بنوك تكسير مؤسسات اه اقتحام مؤسسات مزبوط لا لا شفنا العجب بهديك الفتره يعني وكل الاعمال العنفيه شفناها بتلك الفتره على اساس بلشنا بالواتساب وكان اثناء الثوره اذا انا ماني غلطان استاذ جاد نعم انا شوي بالحسابات ما كثير ما كان الدولار 21 ما هيك بالثوره ما كان الدولار 21 يمكن كان 10 كان 8 اذا ماني غلطان ايام الثوره هو حزيران 2020 طلع فوق 7000 يعني, يعني قبل كان 7000 يعني 7000 عليك واتساب ودولار كنا ب 8000 ما كان في بنزين وقمنا الدنيا كان كان بنزين 40000 ليره وقامت الدنيا وقعدت انا صرت بطرابلس ما اقدر انزل على بيروت كذا مره يعني وبدنا شارع لشارع ما نقدر نقطع هلا بنزين تتزل على تنزل على الطرقات بتنزل على المحطات ما بتسمع شيء ما تفضلت وحكيت رغيف الخبز بيطلع ما بت... ما بتسمع شيء ما بتشوف شيء دولار عم طالع نازل نازل طالع طالع اكثر ما هو نازل بالاضافه الى الغلاء الفاحش اللي ما له تصور يعني صار الواحد مثلا بقلب بيروت تيقطع من شارع الحمراء لا كراكول الدروس عشرين ألف ليرة على الراكب في كتير موصفين أنا بالمجلس الوطني للإعلام نعم في كتير موصفين الشياح تيجي على على المكتب بده شي أربعين ألف بالنهار و وأربعين ألف راحة ببطلوا بيجوا الموظفين والموظفين ما عادوا يجوا على المؤسسات مؤسسات الموظفين قليل مزبوط هلا ما شفنا شيء لا في قطع طرقات هلا احنا بقول الحمد لله يعني بالنتيجه يعني بس ما غريب كمان يعني انه منقوم بس هذا شو تفسيره في تفسير يعني يا اما الناس تعبوا يا اما الاحزاب يلي عملت هالحركه هيدي كان او كانت وراها حققت هدفها وخلص انه كان هدفها شل ده. العهد أيها شلته أيها. مزبوط الهدف السياسي شلت هي شلت العهد ولا شلتنا نحن بالنتيجه الدوله والبلد كل... على راسي على راسي بس انه بدها تشل العهد شلتنا نحن كلياتنا وقت اللي كانوا يسكروا الطريق عم مين كانوا يسكروا على العهد ولا يسكروا علينا نحن يعني وقت اللي كان يكسر البنك يكسر البنك يعني يكسر محل ما هالمودعين حاطين مصرياتهم اللي صاروا يشحدوا إشحادي عليها انه شو عملنا نحن يعني بدنا شو العاد بدنا بدنا نروح العاد روحنا حالنا كلياتنا روحونا نحن يلي عمل اشي يعني, ارتدت علينا كل القصص هيدي مع الاسف نحن الذين نعاني اوكي العهد ما في شك يعاني ومتضايق ومتالم انا التقيت برئيس الجمهورية مع المجلس الوطني وقبل اسبوعين ثلاثه وشهدت مدى الالم اللي متالمه يعني رئيس الجمهوريه بس انه بالنتيجه كلياتنا اللي اكلناها مش العهد اللي اكلها نحن اللي اكلناها نحن اللي لدعنا نحن اللي صرنا بنشحد نشحد انا حاطط شوية مصاري بعرق جبيني يا استاذ جاد ولا لاخرتي ما بيقول الواحد لاخرته ما بقدر اخذهم ما بقدر ما بقدر حصل جزء منه اشتغلت 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 40 50 سنه صحافي ما بقدر اخذهم بدي يعطوني يوم بالقطاره حتى انا بساله بقول له يا خيي هذا حساب لمين بيقول لي لألك بقول له انا حسابي قال ايه طب اعطيني هالمصريات لا ما بي ما بتاخذ انه في شيء غير طبيعي و. والله يساعد الناس معقوله سندويشة الفلافل ب 30 ألف مدري ب 20 ألف المنقوشة ب 10 ما عدنا نحكي بالالاف يعني صرنا الالاف صارت ال 100 الف صارت ال 100 الف ماشي هيدي انا بدك تحسب بالنهار طيب اكيد بدك تصرف 100 الف اذا ما عملت شيء طيب اوكي ضرينا العهد ولا ضحنا ضرينا اوكي ضريتوا كل لبنان مش بس نضر العهد كل لبنان ندر كلياتنا ضرينا كل كل بلقمتنا بعيشتنا بحياتنا شوف الناس كيف عم تهاجر كيف عم تروح صرنا بندور على الطبيب الاسنان طبيب تاعنا راح والثاني راح والرابع راح طبيب الجراح الى ما هنالك العقول كلها عم تتركنا يعني هيدا وين درينا نحن هون در مش دا يعني زينا حالنا طيب هلا وصلنا لهون يعني صار طيب تفضلوا يا شباب شو شو تفضلوا يا شباب المشكله هلا مش باللي صار المشكله انه الحل يلي واحد تامل خير مع تشكيل الحكومه أه الحل عم عم يتعطل من من جهات ضمن الحكومه مين ما اول شيء يعني. والله كلمه حق تقال انا بحيي للرئيس نجيب ميقاتي ابن مدينتي على راسي وعيني بس انا بحيي لانه بهذا الظرف بعد في رئيس حكومه بعد في حكومه موجوده نامل أن هذه الحكومه تعود الى العمل وكويس جدا مرتين الرئيس نجيب ميقاتي لم يقدم على الاستقاله صارت قصه ثانية ولا قصه صارت قصه كمان ما لا اذكر كمان لم يستقل فيها الرئيس ميقاتي لا لا اذكر كمان بتحكي ايام هاي الحكومه بهالحكومه هيدي بهالحكومه قصه المازوت الايراني صار في قصه ثانيه نعم قصه المازوت ال... بزي... الايراني اللي تزامن وقت المازوت الايراني لم يستقل الرئيس اه آل انا حزين وفي و... شغله بس كمان باعتبار هيك عم نحكي عن نعم. الامور عم نحكي عن عدل قاضي بيطار و... و... القاضي بيطار وانفجار المرفأ وقت بنحكي القاضي بيطار انفجار المرفأ ما بتحس انه انفجار تليل منسي نهائيا ما حدا بيحكي احيل وحي نعم. على المجلس العدلي نعم احيل على المجلس العدلي اي بس انه ما بتسمع شيء عنه <applause> كل يوم بتسمع عن عن المرفأ ما بتسمع شيء عن تاع يعني انا ما عم ما عم حط بس انه لازم نحن كل هالامور نحن ناس بشر خسرناها سواء بالمرفأ صرنا اخوان واحباب واصدقاء واهل تلال نفس القصه ولاد منطقتنا ولاد بلدنا ما بعرف في نقطتين بعد ما حكينا مثلا فتة. نحكي عنهم نعم. ولو انه مش بالسياق لا ولا شيء شيء مؤلم استاذ جاد بالفعل يعني نعم. أول نقطة يعني موضوع أحداث الطيونة، وثاني نقطة بدي أسألك بالآخر عن موضوع العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس بري، والرئيس عون والرئيس بري، نعم. لأنه حكيتنا إنه لا تشعر إنه 8 و14 بعدهم موجودين، نعم. لنشوف بموضوع حركة أمل والتيار الوطني الحر، بس خليها لآخر شيء، نعم هلا نبلش بالموضوع اللي قبل، يعني موضوع الطيونة، م. يلي على المضبوط يلي صار شو هو برأيك؟ يعني هل هو اقتحام من الثنائي الشيعي للمناطق المسيحيه وعين الرماني او هو يعني اجرام من القوات اللبنانيه وسمير جعجع اللي قتلوا سبع اشخاص أيوة انا هون انا هون باخذ التحقيق اللي انعمل انا باخذ التحقيق للعمل تسنى لي ان اطلع نعم. على بعض نعم. من هذا التحقيق تسنى لي ذلك وايضا نشر يعني نشر, نشر من بس انا تسنى لي ان اطلع وجدت اخي جاد انه كان في تدبير من قبل القوات اللبنانية باتخاذ احتياطات وإجراءات عسكرية قبل 24 أو 48 ساعة من قصة التظاهرة اللي بدها تقوم أمام المجلس العدلي وذكر بالتحقيق أنه في مئة عنصر وذكر من قوة الصدم بعرف في قوة اسمها الصدم في لدى القوات. هيك بالتحقيق محطوط؟ موجودة بالتحقيق نعم من قوة الصدم انه لانه القوات بينفوا هالأمور الامور كلها ببيانات رسميه انا ما, ما انا عم بحكيك ما متسنى لي اني اشوفك كمان يمكن يقولوا كمان هذا التحقيق مسيس وكذا كل واحد بيحكي على ظوه انا عم اقول لك اللي انا المعطيات اللي موجوده عندي انه في 100 عنصر نزلوا قبل 24 ساعه من الساعه الخامسه فجرا ما 5 فجرا اليوم التظاهرة مساءً يوم التظاهره لخامسة مساء ثاني يوم التظاهره ضلوا موجودين هونيك ما صار في صراحه قنص يعني كما فهمت ايضا قنص ما صار في هلا كانوا ينون يعني او ينتظرون افتعال مشكل معين حتى يبادروا باطلاق النار يعني حتى يصير في شيء هلا وقت اللي اجت التظاهره ومرقت بعتاد قدام عين الرماني والطيوني بهديك المنطقه صاروا اللي موجودين بالطيوني كما فهمت يوجهوا شتائم ضد امين عام حزب الله وضد الشيعه وهن ما قصروا الشباب كمان يعني وحركات في الايدين وكذا إلا ما هنالك هنا صار في اشتباكات مباشره بس بدات بالايدي وتكسير بعض السيارات وبعض المحلات بدا اطلاق النار كما كما علمت اخي الكريم حتى كمان سمعت اكثر من هيك انه في رصاصة بومب اكشن يلي نزلت ب يلي اصابت وجه مشيك أه الله يرحمه فاتت من هون وطلعت من من خد الثاني واصابت واحد ثاني بس لم لم يقتل يعني الثاني مذكوره بال بالتحقيق يعني فطبعا القوات نفوا هالشيء كلياته سوا ما هيك؟ ولكن نفوا انه مش هن مضبوط ممتاز انا ما قلت شيء ولكن استدعي رئيس القوات اللبنانيه للحضور ولفظ انه يحضر وصار يقولوا انه انه القاضي حقيقي تابع لحزب الله ما هيك؟ صح بالمقابل بالمقابل حزب الله وبعض حلفاء حزب الله بيقولوا انه القاضي بيطار امريكي ما هيك حبيبي؟ يعني مشاكل الكلام اللي يعني احنا عم نسمعه كامريكي بياخد تعليماته من السفرة هني بيتساءلوا هون جماعة الحزب والفريق الآخر اللي هو يعني معارض لل... للبطار أنه طالما أنتوا بتتهموننا... بتتهمونا تتهموا القاضي عقيقي أنه هو قاضي منحاز وقاضي لحزب الله وبيتبع أوامر حزب الله طبعا نحن بحق لنا كمان نتهم القاضي بيطار انه بيتبع للسفراء سفراء اذا ليش انتم بيجوز لكم انه تتهموا نحن ما بيجوز لنا انه نتهم وليش بيجوز بيجوز لكم انه تنتقدوا اللي ما بينزلوا لعند القاضي بيطار الوزراء. يلي عم يدعي عليه هون وما بننتقد نحن عدم مثول الدكتور سمير جعجع امام قاضي التحقيق او امام مديريه المقتول هيك كمان صار القصه هلا يا اخي جاد يعني اخذت منحه اخر نعم يعني واحد بي يعني بيستنتج انه لن تظهر او لن تتحقق العداله باي من الموضوعين، اتنينهم سوا، واضحه مثل مثل يعني لا تخرج عن سياق وضعنا اللبناني كله. ما هو صار الله الله يطول بعمره الرئيس سليم الحص، بيقول القانون وجهه نظر، الدستور وجهه نظر، كله وجهه نظر صار. والارقام وجهه نظر. وكل شيء كل شيء وجهه نظر، يعني انا بعمل تحقيق مثلا بقصه القوات، وجه اتهام للقوات. قوات بتقول كلياته كذب بعمل تحقيق من القاضي بيطار ضد الاخوان الفريق الاخر بقول كله كذب طب اين الحقيقه نحن ما بناخذ حقيقه نحن لم ناخذ حقيقه كامله هنا ولم ناخذ حقيقه كامله منضيع منفوت بتفوت الامور ببعضها بتصير شغله سياسيه على طائفيه واهل مجرة اخي نعم خلينا نختم لو سمحت بدي دقيقتين موضوع العلاقه بين التيار الوطن الحر وحركه امل نعم يعني بالامور الاستراتيجيه بمعنى الموقف من المقاومه العلاقه مع سوريا هيدي الامور كلها نعم آه رفض التوطين الى اخره اوكي هيدي في اتفاق عليها شو هالمشكله هيدي اللي ما عم تنحل مع حركه امل وليش دائما فيها هالانطباع انه علاقه حركه امل بالقوات اللبنانيه يعني على رغم الصدام اللي صار بالشارع آه علاقه منسجمه جدا بالمؤسسات نعم. آه وحتى انه الطيار الوطني الحر بيقول ثنائي الطيونه نعم. آه شو السر بهالموضوع بدي اقول شغله كمواطن لبناني نعم. وكاعلامي صدقني انا كثير كثير متضايق اني اشوف العلاقه هيك كثير متضايق ولا طالما تمنيت هلا طبعا تمني شيء وسعيت يعني ضمن امكانيتي يعني ان تكون العلاقه اكثر من جيده بين الرئيس ميشيل عون والرئيس نبي بري هلا الرئيس نبي بري بيقول انا علاقتي معه مش عاطله وما تتدخلوا فيها اوكي بس مع الرئيس عون مع الرئيس عون نعم بقول هيك الرئيس بري ولكن عم نشوف نحن انه متل ما تفضلت بين حركة امر والطيار ما صنع الحداد يعني وانا هذا الشيء صدقني بزجني متل ما تفضلت كمان وقلت يا اخي جاد وهذا كتير كتير مهم انه اثنيناتهم العناوين الاساسية متفقين عليها اللي هي ال 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 يسمى العناوين الاستراتيجية يعني المقاومة يعني ولم تحد ولم يحد عنها تيار الوطن الحر حتى هذه اللحظه يعني رغم كل المحاولات اللي انعملت يعني بدءا من العقوبات على الوزير جبران باسيل اللي صارت اساسا قصه المقاومه بعتقد انا يعني العنوان الاساسي تاعه او المبرر الاساسي انه هو مؤيد للمقاومه وما زال وفي خطابين اخيرين ذكر هذا الموضوع نعم. التأييد اللي انا بتضايق اخي حتى ما فوت كثير بالتو... يا ريت بالفعل هذه الامور ان تصلح بين الفريقين بين الطرفين بالفعل بنكون نحنا بحاله سياسيه افضل كل صراحه عامل لك يا. انا بكتير كتير بتضايق شكرا لك استاذ ابراهيم معوض المشرف على موقع الانتشار واهلا وسهلا فيك دائما بالاو تي في مشاهدينا هون نوصل لختام حلقتنا شكرا للمتابعه والى اللقاء